صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه الأمر الملكي السامي بترقية 776 ضابطا بقوة دفاع البحرين من مختلف الرتب العسكرية. جاءت هذه الترقيات التي صدرت بالأمر الملكي السامي تزامنا مع احتفالات البلاد بالذكرى 51 على تأسيس قوة دفاع البحرين في كل 5 فبراير من كل عام. بهذه المناسبة نقل صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى الضباط الذين جرى ترقيتهم تهنية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما لهم بدوام التوفيق والسداد لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار خدمة لمملكتنا العزيزة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. كما أصدر صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أمره بترقية 3605 من ضباط الصف والأفراد والمدنيين من مختلف الرتب بقوة دفاع البحرين بهذه المناسبة. وهنأ صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين الضباط وضباط الصف والأفراد بمناسبة ترفيعهم مباركا لهم ترقيتهم وداعيا أن تكون هذه الترقية حافزا لهم لبذل المزيد من العطاء في ميدان العمل لأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن الوطن وتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لقوة دفاع البحرين متمنيا لهم التقدم والنجاح في ظل القيادة السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.